سيد الكريم، نحن لا ننسى بأن هنالك موقف حكومي وموقف شعبي من قضية فلسطين وغزة. الموقف الشعبي يختلف عن الموقف الحكومي. الموقف الشعبي يريد أن يرد، نعم، وكثير من قادة الفصائل المسلحة قالوا أن تدخلت أمريكا وأسندت إسرائيل سنرد. هذا قبل أن تبدأ أحداث غزة، يعني توجد معلومة بأن الفصائل المسلحة سترد، فبالتالي نفذت الفصائل المسلحة الرد على بعض القواعد. هذا ليثبت أمام جمهورها بأنها هي صادقة بالتعامل. أما أمريكا فهي أسندت إسرائيل. نحن يجب أن نتكلم الحقيقة أمام الجمهور. نعم العملية صعبة جدا. نحن لا نقول عندما قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة تم إلقاء القبض، يجب أن يحدد هذه الجهة لمن تابعة. أنا وكما ذكر الأخ بأن الحشد الشعبي هو تابع للمؤسسة الأمنية والفصائل المقاومة موجودة، يجب أن يحدد. أما أن كان خارجين عن القانون فيجب أن يحاسبوا. نعم، ومن يمكن أن تكون بالجهات الأمنية هي منتمية للأحزاب، فكل شيء جائز بالساحة العراقية. أنا أقول على السيد السوداني أن يوازن بين السياسة الداخلية مع الإطار، ومن يرفض تواجد الأمريكي. وأنا قلت وأكرر، القوات الأمريكية يعني ليس مؤيد لوجودها، ولكن هي جاءت بقرار أممي. كيف تخرج أنت القوات الأمريكية ولم يوجد لديك قرار أممي؟ هذه كارثة. يجب أن يكون هنالك تفاهم من قبل السيد السوداني مع الأطراف الرافضة للتواجد الأمريكي ومع الأمريكان. الأمريكان سيردون اليوم، بكرة، بعد بكرة يردون، ونحن على باب انتخابات وتجمعات يعني جماهيرية. إذن أنا أقول على السوداني أن يكون أكثر حكمة وأكثر قيادة بالحفاظ على العراق وحفظ والحفاظ على وحدة العراق. طيب.